بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمشو شوي سي وايا سي لسر سيويك سي لسر سيويكي دو هزارو بستوسي بحساب كتاب كيمان وين لدرسي تشلو بينجا قربا تشلو بينج بالي هاين لا موضوع كشمان تشيا الإجماع السكوتي وايا الإجماع السكوتي بل فرمي الإجماع السكوتي. أما الإجماع السكوتي فثالثها وتدو قولي تياي دو كم مطوية يسال شرح كابا ما نليه فثالثها حجة الإجماع عفو حجة لا إجماع سهم قول ليه قولك أنا ليه إن حجة وإن إجماع قولك أنا ليه حجة شو إجماع إيش قولك أنا ليه كأم سهمية قال فثالثها حجة لا إجماع وحجة بلا إجماع نيه ورابعها بشرط الانقراض شارم ليه بلا حجة بلا بشرط انقراض انقراض عصرك يعني. وقال ابن أبي هريرة إن كان فتيا حجية أجر فتيابو أبو إسحاق مروزي عليه حجية أجر حكم بو فتيان أبو قوم يكلين حجية أجر لشتك أبو نأجن جاء استدراك بكذا وكم مسألة قتلو استحلال فروج قوم يكلين حجية بس لعصر الصحابة قوم يكلين حجية أجر إن كان الساكت نأقله بيدن كان كم تربون لقسكر كان وعطى بيوجة كان أو حجة والصحيح حجة صحيح واي إجماع ناقه تحدي إجماع سكوتي ناقه تحدي إجماع بلغة بلام حجة شرحكي. الإجماع السكوتي أن يقول بعض المجتهدين قولا ويسكت الباقون عنه بعد أن يقول بعض المجتهدين قولا يسكت الباقون عنه. لا والله حتما بواوي هبي ويسكت واي بوبك قولا ويسكت الباقون عنه بعد علمهم به في زانن بلام بدنبن وفي كونه حجة أقوال يكمن ليس حجة ولا إجماعا لاحتمال أن يسكت الباقون خوفا أو مهابة أو ترددا أو غير ذلك. يسزورش توتري لنا وقافة ام اي بي سين لجنة فتوى وتويت يا لجنة فتوى توزي والله الحمد لله دولتنا لو اشتانا ايش تي زانان زور فتوى دركن زور اشتالين يا ما ناورين قصبك ايتر اخم لا شو ببا حجة ناورين لان بخو من بلا دور خينو باشت لبرا و امرو اجماع هر لمستحيلات سياسات واي كردوها ايه الإجماع السكوتي بلي أما بلي ثانيا هو حجة وإجماع لأن سكوت الباقين بعد علمهم تظن به الموافقة عادة فانت ما دم اشتكى مشهور بو وترا لناو خلق وترا على المكان الترجلي بيدنين معنى وايا بي رازين أما واعلا أما رأي واعلا سيهم حجة لا إجماع بلقية بلا ملاقية تبلي إجماع لأن الإجماع ينصرف عند الإطلاق إلا المقطوع فيه بالموافقة إجماع به مقطوع فيه بالموافقة يعني ما نكون الله بدنيتر لا ينسب إلى ساكت قول باش برام لكنه حجة حجة لأن سكوت الباقين علامة رضا علامة رضا إذا عادة عادة الآن عادة رضا لأن سكوت الباقين عادة رضا نوال علامة وانا علامة علامة رضا بل هو قاعدة السكوت علامة رضا بل إذا لم يكن هناك مانع باش برام بشرت مانع نبي لإبداء معارضة وكم سأوك أعزم كذي ما صرش تي الترسين ناورين بلين وهذا هو الصحيح أما الصحيح هو حجة بشرط انخراط العصر حجة بشرط أما قولي شوارم عصركات يا بريبوي وأنهم يعني مردبن مع عدم ظهور مخالفة المخالفة شأن النبوي بينجم هو حجة إن كان فتيا لا حكما
مشرت فتيا بلام حكم نبي، لأن الفتيا يبحث فيها عادة. جنش مفتي بدواي أو مسألة قريم جا فتوى دا الششم هو حجة. ما يكفي، وهذا قول، بل وهذا قول الحسين بن الحسين المعروف بابن أبي هريرة. هو أبو هريرة كيف هو معنية، هو حجة إن كان حكما لا فتيا حكم ولا رنا. أبو هريرة إيش بنازم حسين كره حسين معروف بابن أبي هريرة نازم كي إيه، هو حجة إن كان حكما لا فتيا باش إبراهيم حكم بو لصدور الحكم بعد البحث مع العلماء. انت حاكم لخوي وحكم درناك تاقف تقول لقال علماءك عادة بخلاف الفتيا. وواضح أن هذا القول عكس الذي قبله، والقائل بهذا أبو إسحاق المروزي. حوتم هو حجة إن وقع فيما يفوت استدراكه كالحكم بالقتل وإباحة الفروج. واشتكى أبي الزبزوب يبي دسم، لأن مثل هذا محال. ها مما لا يسكت أتواني قولوا فكمان بارك اليوم. لأن مثل هذا بل مما لا يسكت عنه عادة. ليه خلق ليه بيدن نعبه بخلاف يعني حكم بقتل يعني إجماعي بوشي أخذ نجاري واحد مثلا شخص يك قتل أبوه قصاصي جركة عندك لان اما قصاصي ابي عندك لان نايبي قتلي خطا لرا لدعاء علماء اجماع كان كاما بل قصاصي بيستو قتلي خطا نعم يعني مساله شيء مشتبه كاجماع كد ابي اكسر بكجري شنو هنا كجري ابي بروح اي يا مساله حلال بوني افرته كنكاح كلا واي ام فرج حلال ابو بيا ونكاح كلا نكاح باطله اجماع كان الاسلامي كنكاح جائز او استحلال فروج. هشتم هو حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين. باش إبراهيم نويم هو حجة إن وقع في عصر الصحابة، لأنهم لشدة تمسكهم بالدين والجهر بالحق لا يسكتون عما يرونه مخالفا بخلاف من بعدهم. بلام أو قوة دينيك للصحابة ولا تابعين شاقون جنبوا به. باش إبراهيم بوي. وفي تسميته إجماعا خلف لفظي آية إجماع سكوتي بي أو تري إجماع خلافة لفظه لما سلاه. وفي كونه إجماعا تردد آية هل إجماع يا إجماعني أو هل تردد كتياه. مثاره شوني مثار خوي اسم مكانه يعني مكان ثورانه أويك أمشتي هل قلان دو أم خلافه هل قلان دو شوية أن السكوت المجرد عن إمالة رضا أو سخط مع بلوغ الكل ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية هل يغلب ظن الموافقة وكذا الخلاف فيما لم ينتشر. يطلق الإجماع على اللفظي إطلاقا حقيقيا بلا خلاف. إجماع اللفظي وتاني كهمو علماء سردن بلين إيما الرازين أم حكم أعوى إيما موافقين أم حكم أعوى يبقى الإجماع اللفظي أو إجماع كلا شرع هاتو إطلاق كربس أعمى أو بلا خلاف. بلام أم إجماع كبيوت السكوتي مثلا كومالي وتوانا وكومالي بيدنجن آية أمن ناو أبريب بإجماع يا ناو نابريب بإجماع عندك لين إجماع عندك لين إجماع أن يبلغ خلافه كان خلافه اللفظية. باش إبراهيم خلافه اللفظية بلي أنه بلي. وهل يطلق على السكوتي أنه إجماع حقيقة أم مجازا؟ آية حقيقة إجماع يا مجازا إجماع. في ذلك خلاف لفظي مبني على أن السكوت الباقين ها مبني على سكوت الباقي ولا تياتي مبني على ان سكوت الباقين عدم زين لمن مبني على ان بل مبني على سكوت نخي مبني على ان بل مبني على ان سكوت الباقين بدون أن تظهر عليهم علامة رضا أو سخط مع إطلاعهم على القول القائل في مسألة اجتهادية تكليفية هل الغالب ظن موافقتهم على القول فيسمى ذلك إجماعا أم لا يغلب ظن الموافقة فلا يسمى. آية سكوت باقين أجر مبنية لسنوية أمان الرازين فعلا بويبيدنجن
وعلامتي الرضا هي او اجماع اجر مبنيه لسرو النخر سكوت دليل نيل الرضا لا الناس على خلاف لفظك اللي هذا الاسبوع. اما اذا سكتوا وقتنا سكتهم بعلامه رضا بالقول بيدنب بلام علامه رضا شي انتيابو مثلا فذلك اجماع قطعا. واذا اقترن سكتهم بعلامه سخط فليس اجماعا قطعا. علامه سخطك مثلا لا ترسى ما كما لو كان باشا لبر السلطه كما لو كنت كيف يا اخوات انا هرمون يانوت اي معنى ايوه انا راضي اي مواصا او حديثه كفن عفت بيدن يعني علامه رضاي بلين هني عفت هي لترسى او شمولينا من او حديثه بسرسرم وقناعاتي شمبيه هي بلام بالنسبه ام زمانه وهرشان شمتا مجلس النكاح عملا بو حديثا انك لو تنت زاني ومظروفك خطره أري والله من بستوما أفراد شاكك عند ما نشاء ناوة السرسري أو زا أو كسر ذا ما هي زماني في أغمبر بو صلى الله عليه وسلم خلقك باق بو حرب بو مرام إساء من بستوما أفراد دما نشاء ناوة السرسري وتوانا كما وصاها ونالي الرازيم لدوايا أتكوجين يا لدوايا تا برشيس في بيش هناك يتيب كافخين ويبلي الرازيم لو دي اما ما وصل شم حمي هبو لتكي وهي نابو يعني بو ما ركدني كتشي كتشي جوانج بو عتينا وبو خش الشيري من بو بلام او ناعت رسال لك سكارك جن بجن بو او شو بتبو يعتي دايك ها من ها من ها توم تو نكاح كم لفلان كس ناي فلان كس هل جان ماون عتيج ما هو فلان كس كنج ما هو بنا ناي فلان كس كنبه ايش دلي بو فلان كس ونبو چیکی جوان و هلکه و تویش بو یک سر و توی ماموس شحم و ازانم با چی هاتو یا خواه بخیر نی اشفی دایی که کم زور ممنونم بخواهی تل تواب ولی هر رگ را بوی ماموس شحم وش نکه عقی نکر لدوه دان بکر رکی تر اول لو دی اما روی ده او امو آفرتی او جرأت اینی او بله او رضای یعنی شرط نی همو کاتی بیدن نه والله بیدنی آخر بجوری زمان و مکان پیغمبری خواص صلی الله علیه و آله که فرمیوتی بو کاته که حریت لافرتانه هبه بلام کتب زانی ام افرتانه حال انوای چون یعنی زخت یان نسره زور یان نسره اری والله لتی گی له مجلس کا اگر ملا و ریاب تی گی ملا و ریاب تی گی باشه برام هاتی نکوی بله اومان خیر. وإذا لم تكن المسألة اجتهادية تتضمن تكليفا كان يقول قائل عمار أفضل من حذيفة وخلافك أو بالعكس أو مسألة اجتهادية كيف يخوي أنا عمار أفضل يا حذيفة رحمتي أخوة لها دو كامية ومك إيش نتشبه درجيك على إخوة بأخوة ما شبرام فسكوت لا يدل على إجماعي. وقول المصنف بخوا جاري واحد دريوش بلاي لا اخوا دون ايش يا اخا كبرس كيش بيه زاني ما وقول المصنف وفي كونه اجماعا مما لا يناسب المتون ام تفصيلي كوا مصنف لما تناهي ناوتي وفي كونه اجماعا اعمى اما الواقع مناسب اما مختصرا نيابة بتايبتي جمع الجوامع شن جزور مختصرة فإن ذلك وظيفة أصحاب الشروح والحواشي أو تعليقات ليكولين وانا أصحاب الشروح وحواشي بيان كذا. وقد لاحظ ذلك الشارح المحلي محليش أمي ملاحظة كردو اعتراضك إلا خاوني جمع الجوامع قلتوه. وفي جمع الجوامع من هذا مواطن أخرى لم ننبه على كثير منها أم جوالي إلى جمع الجوامع ما تدبان زور شوني تريتي يا آوة خواني جمع الجامعة تفصيلي في داوة أبويا أني داي بلا مما تعقد ما أنه بزور تنبيه وأتأقى دارتان كينو. والقول الذي قاله بعض المجتهدين ولم ينتشر في ال... ها؟ في الناس أما أو آخر برقية لما تنكا اشتواها يا بعض المجتهد كانوا يتيانا بلا بلاوين نكردوا بناو أعلم بناو خلق كاين ترى ولم يعرف له مخالف هل يعتبر حجة أو لا. قيل لا يعتبر حجة لاحتمال أن لا يكون قد خاض فيه غير الخائل. فانت مسألة كرنها أو جماعته
كباسيان كردو هر اوانا باسيان كردو بيه اتن خلطي تتيار رونا شو ولو خاض فيه غيره لاحتمل ان يقول قولا مخالفا خو قال خلطي تلشتياب الروب شوية قولك مخالف يعني دوت. وقال الامام الرازي وجماعة هو حجة في الامور التي تعم بها البلوى. امام الرازي وجماعتك اللي بلا ما حجيه لو امورانا كوا تعم في البلوى لاشتكى كتعم البلوى بزوب لابت ولا ناو خلقا حجيه بلام لاشتكى كخفي بيه وزوب لابتو او حجني تعم بها البلوى ويكثر سؤال الناس عنها بخلاف ما لم تكن كذلك او يوانا به نابه بحجه باكو مالا شجباس يعني لي وكرد به. وانه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه ولا يشترط فيه امام معصوم. شو سر شرحك براول ديك الجوان ترتيجي وعلم من التعريف هل تعريفيه كم جارك كردمان بودركه وانه اتفاق على اي امر كان اجماع شرني هل اموري دينيابي لسر هر امر اجماع الرب ده هر اجماع اموري ديني بيا دنيوي بيا حتى لاموري عقليه يشا وكم مثلا عليه ام دواء بو فلان نخوشي فلان كس باش بو دي فلان كس يتر شهر هم نخوشي هيا او دنيويه عقلي شا بلي بلي التي لا بشرتي او عقليه التي او عقلي وابه لا يتوقف اثباتها عليه نابي إثبات أو عقلية لسر إجماع به. شون كتو إثبات عقلية لسر إجماع لباشا دي سانة أو شكي بدليل لسر إجماع معناه دور رويدا مثلا كالإجماع على حدوث العالم مثلا إجماع علماء هي لسر حدوث عالم أو إجماع اشتكي بلين عقلية بعقل قيشتن بو حدة دي دروستي شو إجماع. أما ما يتوقف إثباته عليه شون كي إذا حدوث عالم متوقفني على سر إجماع دي ما دم إجماع عالم هي لسر علماء هي لسر حدوث عالم معناه ودرسته. أما ما يتوقف إثباته عليه ويكوا إثباتك متوقف لسر إجماع كثبوت الباري وكثبوت باري نبوة ونحو ذلك فلا يحتج على صحتها بالإجماع نابي إيمة بإجماع إجماع كين ببالغة لسر إجماع دور رؤى دا تون مثلا إذا تو علي ثبوتي لا شرحك لا يتوشتكي النسيو لا يمني هذه بيخونها أولا لأن حجية الإجماع متوقفة على الكتاب والسنة إما بشي زين إجماع حجية بس كتاب وسنة زين وانيا وهما متوقفان على إثبات الباري أي باشا كتاب وسنة إيش متوقفة لسن إثبات باري تقول لو لا يتو إثبات باري بشي أسأل ماني بإجماع أنا هاي دور رويدة دور تسلسل دروزني يعني إجماع لواني إجماع اللي سرق ونعبه بكري بلام حدوث عالم كواني بل ولا يشترط في الإجماع أن يعني يكون من المجمعين إمام معصوم إمامك معصوميا لقلابي خلافا للروافض يعني الشيعة كان في اشتراط ذلك وأن نبي إمام معصوم لإجماعه به كذا قال كثيرون. ولكن المعروف أن الروافض لا يخون بالإجماع أصلا أو أن هل قول بإجماع ناكا هل قناعتين بينية شون جانكم ولا أئمة أهل بيت يعني جي قالوا أنا قناعت أن بكزنية ما أئمة أهل بيت ما شبرا إيه أو حد سانيش ناقرة توصل أئمة أهل بيت أو أن بدأ أن قصر بولا ببخاري حديثي كي صحيح كي أي ولا بد له من مستند ولا بد من مستند ولا له يتعب أوكك بله بله براكم ولا بد له من مستند لازم ابو اجماع ابي بالبشت شي هبه والا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى كات اجتهاد معناه انا مني وهو الصحيح لا بد للاجماع من مستند من دليل او اماره والا لم يكن لقيد الاجتهاد اي تقيده بمجتهدي الأمة باش برام ناتو أني بلي إجماع مبني على الاجتهاد كمستندي نبي بلى تولي مجتهدي أمة إجماعك إن معنى اجتهادك بلى يعني بالدليل يعني بلى مستندي عنها به وهذا هو الصحيح أما الصحيح لأن القول في الدين بلا مستند خطأ
وقيل يجوز الإجماع بلا مستند، إذ يمكن أن يوافق الله تعالى المجتهدين الاختيار ما هو الصواب. تنجى بيدل الإجماع دم كوملا أقول خواه دايتي أم داب والصواب. وقال بعض منكري هذا الشرط لو وجب المستند لكان ذلك المستند هو الدليل. عندك كلام بابا إيوالا مستند شرطه أجر مستندها به مستند يعني آية حديث مستندك الدليل تلبي أسمان بإجماع تشيه أم الشالي باكم. والجواب أن الإجماع يغنينا عن التفتيش عن الدليل ومنزلته. يا مك إجماع الرويدة إتد دليلك يكسر قبولك تفتيش لدليلك لكن صحيح يا صحيح يعني إذ الإجماع يحسم الأمر كارك أبريته. الصحيح إمكانه أنه حجة وأنه قطعي حيث الصحيح إمكانه وأنه بل الصحيح إمكانه وأنه حجة وأنه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي وما ندر مخالفه. وقال الإمام والآمدي ظني مطلقا. الصحيح أن حصول الإجماع أن حصول إجماع المجتهدين ممكن وقيل ممتنع عادة إذ هو كالإجماع باش برام على قيل كلام إجماع هنعجنجي عادة اشتوانا قنج وكواية بلي هرجي علماء هيا لعالماء بيكو يك كلمة يعني توها يا بيكو يك خواردنا نهل بجاردو ليك جمع لنا علماء عالماء ليك شوني ليك شونا. والجواب أن ما تقدم لا جامع لهم عليه هل بجاردني كلمة كياوكو خواردني كتايبتي اشتاقني كوان كاتو لاختلاف الأفكار والأمزجة شون فكرة كانوا مزاج كان جوازا ملام بخلاف الحكم الشرعي حيث يجمعهم عليه الدليل حكم الشرعي واني الدليل هي هم يان دليل كأزانو بالكشتانو ليوكو ابنو ويدفعهم إليه الوازع الديني دين بالان بيوني. أما ما نقل عن الإمام أحمد من أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب فهذا استبعاد منه لحصول الإجماع أمام بستك ونك إنكار كذبه بل كبلاعي والدور بو أو إجماعك إما باسلي وكين دور روب دا أين معنى إنكار كلين كردوه أو استبعاد للإطلاع على المجمع عليه يا بلاعي والدور ببلاي بخوا مجمع عليه ناقنجي هميان كوبنا ولا سري يكشت أو ناقنجي أو هو محمول على ما إذا انفر على ما إذا ها على ما إذا ما انفرد على ما إذا ما انفرد بنقله غير ثقة يعني بس أويا لحالتك أكوا غير ثقة أو إجماعي نقل كربية ألو حالتايا ما وسمحمو لا فري شوار صون وو شوارة تقريبا هاين لكوتاي لا فركا باش برام شاك باوكا كم يعني ما بس إمام أحمد أويا كوا أجر أو إجماع غير ثقة نقلي كربية أي دليل سانشي كإمام أحمد قناعتي باجتهاد بإجماع أبوه لبابه وإلا فإن الإمام أحمد يحتج بالإجماع في مسائل كثيرة باش برام. والصحيح أن الإجماع حجة شرعية حجة شرعية قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية ففيها وعيد على مخالفة سبيل المؤمنين وسبيلهم قولهم أو فعلهم فيكون حجة. بير من عالبهم لخزوة ما وسمى عبد الله بهم لبلك جار من عبد الله تشيي أم آياتي خند وفرموي إمام الشافعي فرميتي من بدواي دليل إجماع أقرام دليل كدليل بيلا سر إجماع دسم نكو لقرآن حديث الشيخ الصريح تاني إلا أو حديث أنا بكافر ما لا تجتمع أمتي على ضلالة بلا وانا اشاره بو بلام صريح نيه فما مسام العبلا فرمي من او من دي ولا كتابه بريا قرب بيام زانم لچوايه فرمي امام الشافعي فرميت سي صدر دوري قرانم كروتو ام جاء ام اياتم دوزيه وكافرمي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تاكو تايكي وتم امد دليل ويتبع غير سبيل المؤمنين امد دليل لسر اجماع ماشي برام رحمتي اخوان الشافعي به من امم لما وصل العبد الله بستوا لكتبه امام بيني وكام بلقي برام سياسه جار دوري قران فتو او من بيني او نازل من شوايه او من بيني وكالشافعي فرمي سياسه جار دوري قران فتو تا امام دوزي وتو
بلام لقل أوي شاع يا ما حد ما نيل آس الشافعي يا قصو كين بس بخوا آيتك إلا صدع صد نتواني بيكي ببلغ لس الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين نرونا يعني تابعي غير سبيل مسلمان بك إسلام هركس الرفض إسلام نوليه ما تولى ونصليه أه. بس يتر الإمام الشافعي رحمة إخوائي اللي بيه ويكردو ببلغ بلام بلغك يحتمل التأويل بل وقيل ليس حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم إليك الإجماع حجة شو تسألي أمانشك بلغك أمان رونترا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولا إخوة بيغمبر إلى الله قرآن والرسول فرمدكانه أيوانية اشتكي ترنية كوابو بلغي أمان رونترا لسر أويك إجماع حجانية تابلغك إمام الشافعي يقتصر في الرد إلى الكتاب والسنة والجواب أن الكتاب قد دل على الإجماع ودل كما في الآية السابقة أو آية السابقة التي تتوعد على ترك سبيل المؤمنين ولا عبرة بشرذمة المخالفين لحجية الإجماع عبرتني بوعاني كوا مخالفة يعني بحجة الإجماع ومن يعني اعتبار بقسيان ناكرة ومن أدلة حجية الإجماع أنهم أجمعوا على تخطئة من يخالفه كوبنا تولى سر أويك كسي مخالف إجماع بك بهاليان داناو وأجمعوا على تقديمه على القاطع على الإجماع بيشخر لسا الدليل قاطع فلولا قطعية الإجماع لما قدموه أجر قطعية إجماع ثابت نبوايا بيش أن نأخذ لسا الدليل قاطع ولا يخفى أن هذا استدلال بالإجماع على الإجماع أمش دورة إجماع كان بدليل لسا الإجماع أي والصحيح أن حجية الإجماع قطعية إذا اتفق المعتبرون أي القائلون بحجيتها مو أوانيك ألين إما برومان بإجماعها هميان متفق من لسلشته لا حيث اختلفوا لشوين كان مختلف منه والله اختلفوا في حجيتي كالسكوتي وكو إجماع السكوتي خلافة يعني خينا خلافك الزقنية بلان بعض بيدنغن ولا ينسب إلى ساكت قول وكالإجماع الذي ندر المخالف له وخالفه بلان نادرة بس هر ما دم هيتي معناه واية ناتواني بلاي قطعية فإن ذلك من الظني لقطعي داع بزي بوكو بوظني وقال الإمام الرازي والآمدي حجية الإجماع ظنية مطلقا أما زور جوانا بأخوة لأن المجمعين على ظن لا يستحيل خطأه وخرقه حرام خرق إجماع حرام باوانا يعني بيشتيني بيشتيني فعلم تحريم إحداث قول ثالث والتفصيل إن خرقاه وقيل خارقان مطلقا كوابو بابشي نسر شرحك جوان تلتيقين حسيكي با أو تأها ولي حرام أقر مجمعين كوبنا ولا سر دو قول لشتكا نابتو السهم بيابكي شنشي هروا مجمعين كوبنا ولا سر دو رأي بلام تفصيلي شان برأيه كان ندابو بإجمالي باس يعني كردبو بمجملي تنابي تفصيلي بالأمر رأيه بوشرته أو رأيه بوشرته إيهما جيلي داعتو نابي تفصيلي بيني بشرته إن خرقاه أجر قولي ثالثي إيهما لقال تفصيلي إيهما خرق إجماع أنكر ضميري خرقاه بإجماعاته وقيل خارقان مطلقا قيل كليا هم إحداث قول ثالثة خارق بيا خارق نبي هم تفصيل بو أودو قولة خارق بيا خارق نبي هر خارق جاي سلش الحكاة جو أنت يجي خرق الإجماع حرام ومنه يعلم أن إحداث قول ثالث بعد الاستقرار على قولين في مسألة اجتهادية حرام يمد لجيل داهتوا نابي خرق إجماعك يا أهم كان أوان دوانا نابي بكين بس يعني باشبرم وكذلك التفصيل في مسألتين أوان ألين دو مسألة وبرام تفصيلا بين داو بإجماله هنا أنا في مسألتين لم يفصل فيهما أهل العصر أهل العصر كي خويا بإجمالي باس يعني كردوه تفصيلا بين داو تبودني تفصيلي في بده شون تبته هو خرق إذا أدى إحداث القول الثالث أو التفصيل إلى نخر غلطة إحداث القول الثالث إذا أدى إحداث القول الثالث كواني إذا أدى بل إحداث القول الثالث أو التفصيل إلى خرق الإجماع بشرت أداب كاو بالمان بني بو خرق إجماعك حرام
تفصيله كش حرامه، احداث قولي ثالث ايش حرامه، اما اذا لم يؤدي اليه فهو جائز وجائزه. جائز نمونه بوينته بو خرقش بو غير خرقش. اما تحريم القول الثالث فلان الاستقرار على قولين فقط يستلزم منع العدول عنهما نابل عبد الودوان. واما تحريم التفصيل المذكور فلان الاتفاق على عدمه ما دم اوان اتفاقا هي لسر عدم تفصيل نابي منو توج دواي اوان تفصيل في ابدين شنجي تفصيل شتي لابتو هذا انا خو مال قصق سي لابتو قصق سي لابتو ايه بل على عدمه يستلزم الاتفاق على منعه ما دام اوان تفصيل ان داو ام مستلزم ويكوا تفصيل تاني. مثال الخارق في مسألة القولين دو قولان جيلا ابو مان اما امانه قولك ثالث إبداع كين بلام قولك ثالثي خارق خارق وإجماع العوان وكتي أنهم قالوا في إرث الجدي أوان فيش إموتي أنا لا إرث بابي لا ألين شي ألين جد مع الأخ دو قولي عن هي قولك أنا لن أن الجد يحجب الأخ بابير برا حجبك بابير برا حجبك واتا زيد مرد عمر برايتي زيد كسينية برايتي هيو بابير كي هي باب او باوكي بما حجب يكن اي بابير بابير ايش حجب يكن ام قوله وعلي باش برا وثانيهما قول دوهما ليه انه شارك النخل بابير وبرا شريك لا ملك كي زيده اما سام دو قوله شلون اجماع اخدي هم يعني كوب دون سر دو قوله دون بير انه ما خير كوا اجماع جار دو قول من بجيله اي لا فرق قوله من ما يقول دروس كم إن شاء الله بابا من الشتم قول دروسكم بأن الأخ يحجب الجدة براكة ما في لك حجبك علم كل بابا براكة جنجة ما في لك بيدة تعرف باري بوتية براكة ما في لك حجبك أما خارق لإجماعهم أم قسم من خارق أبو إجماع عوان على أن له نصيبا شنك أوان هروتان برا هل نصيبي هي عندك لين بابير حجب براكة عندك لين بلي حجبي ناكا بلام هر بشي هي من الآن بابير هر بشي نية كابو خرق إجماع كم كر قولك الثالث هنا خرق إجماع يعني ما صاوك سوى عليه بغير دليل يعني أجد دليل شي بو خارق إجماع نابي لا أنا دليل لك موهوم بخوي دوسك أي باشا قول ثالث غير خارق كامل سيركا ومثال غير الخارق في ذلك أنهم قالوا في مسألة التسمية عند الذبح بسم الله لكاتي سربريني حيوانا دو قولي عن هي أحدهما حل الذبيحة عند ترك تسمية السهون لا عمدا حنفي كان على بابه أقر ملام حمو كلا شرج سربريبو من ما وسماه دي بسم الله نكرت عمدا نبو سهون بسم الله نكرت كلا شركة حلالي خوي إمام الشافعي لو لا ولي نولا ملام حمو شو انت مسلمانة بسم الله بدم جنيلي لدل ياهي عمدا بيها سهون بيه كلا شركة بيه مسربري حلالي باش برام أما دو قولي أما دو قولني؟ آه ها. بلى. فالقول بحرمته. بلى لم تكشو. بلى فأحد فالقول. ودواء ثانية. وثانيهما. بلى فإحداث القول. أي؟ من مثال غير الخالق في ذلك أنهم قالوا في مسألة. تواخذ دواء هاتي نائرة. إذا تركت التسمية سهوان أو عمدا إيه فإحداث القول بحرمتها أي مسافة القول بحرمتها أمش هلا أول واب وشاشي كده باوكا تصحيح كده فإحداث القول إحداث يوم خلنا فيها شيوه فإحداث القول بحرمتها عند الترك مطلقا مخالف للقولين باش إبرام يحداث قول بحرمتي وبلي ما نخلها حرام أو شتا كاتك ملام حمو بسم الله ينتر مطلقا حرام عمدا بياسه به هو مخالف قولين مذكورين لكنه غير خالق بو لأن المفرق بين السهو العمدي شنشي ما يا موتمان حنا في تفريق كردولة بين السهو عمدا أفرمي بعمدا حرام بسهو حلال وايا شافعي لي بهذا كان هنا حلال أمش لي بابا بهر دوشانا هر حرامة دك عليه بهر دوشانا حرامة للايني عمدك وموافقة لغا الحنفية
شنك ملع عمدن سهوان حرامة بعكس الشافعية وبالضبط راس معارض الشافعية بس معارض معارضة كي بو حنفي نيوية شنك ملع عمدن سهوان حرامة حنفي شريع عمدن حرامة معنى أول لنيوية جيقل لقال حنفية خرق إجماعي نكرت رونا خرق إقصكي شافعي كرت بلام خرق إجماعي نكرت إيه ومثال التفصيل الخارقي أن لهم قولين في توريث العمة والخالة علماء دو قولان هي آية بوري عما بورا وخش جباوك خالة بورا وخش جدايك وآية إرسبا شافعي كان لين إرزنابا شنك ذوي الأرحاما حنفي كان لين إرسبا شنك ذوي الأرحاما هذا كان علة كان ذوي الأرحام وانيا باش برام فالقول بتأتى برام من يملو لا وهلا قليم كرا ولا على من أخر نتان زانيوا عما إرسبا وخالة إرزنابا بتوريث أحداهما دون الأخرى خارق لإجماعهم شنك ما خرق إجماعي أوانم كردوا يعني تفصيله أما خرق إجماعي أوانم كردوا بلي المذكور أنهما من الورثة شنك أوان علين ورثان ما ورثتي أوان شافعيك علين ورثانين ذوي الأرحام إرزنابا حنفكان علين ورثان ذوي الأرحام إرسبا ديلي رامن هاتم جام كردونة خالم بور كردول جا كردول عمة كلكاتك هادو جان ذوي الأرحام دي أما هي كان أما نوتو مع أنهما من ذوي الأرحام بالاتفاق باتفاق هادو الآن ذوي الأرحام كابقصة كي من خارقة تفصيل كي من خارقة ومقبول نية ومثال التفصيل غير الخارق أن لهم قولين في زكاة مال الصبي والحلي المباح دو قولان هي باش برام شافعي كان لين حلي مباح زكاة تانية بلان مال الصبي زكاة تانية شافعي كان وعلي باش برام أحدهما وجوب الزكاة فيهما معا هنديك شان لين يجل قول كان لين خير حلي مباح شو مال الصبي زكاة تانية أما قولك ثاني عدم وجوبه فيهما معا قول دوهم لين ولا نحلي ونمال الصبي زكاة تانية فالقول بوجوب الوجوب في أحدهما دون الآخر قول غير خارق بلام لولا وزلام قطب يهوتي نخير واجب زكاة ليك كان كمال صبيا ليتري أنا واجبني كحلي مباح ما قول شافعي كان أما خارقني بو تفصيلي شو خارق جني إذ هو موافق للأول في أحداهما وللثاني في الثانية تنتي موافقة لقل أولا سيدك أولوتي تي أولوتي وجوب الزكاة فيهما ده لقل أوا يكسانة ليش كان لا يتري أنا كعلي الزكاة تانية أو قول دهمتي ليش أنا زكاة نية وايا أمش لي لقل أوا أنا كلا ليش أنا زكاة نية لقل شايك قرته معناه لقل نوي أما ونوي أوا يايك قرته خارقني خارقني بلا من اللي راه خم إشكالك المدرس بابا يوشلم بو أم دو نمونة تفصيلة دو نمونة كيف يشو إحداثي قوله لكادك شاء الواقعة هيج فرق يعني دو أم دو نمونة شهر إحداثي قوله نك تفصيل إيواني أو إحداثي قول بو أما دانا وبتفصيل فرق يعني أما شهر إحداثي قوله إحداثي قوله ثالثة بو تفصيله أي وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق وقيل لا علماء إجماع يعني بولا سرشته بلام دليل كان بيان نكردوه تأويل كان بيان نكردوه علة كان بيان نكردوه توبوت هي علة دليل وتأويل كان بيان كي بشرط خرق إجماعك يانك بلا من زعلم وإجماع على برام دليل بولا برام علة بو وعلم من بحث خرق الإجماع كبحث مانك الإساء أنه ليس منه إحداث دليل أي إظهار دليل على حكم بابا وأن دل كان نوت من دل كي زانم أو إظهار تأويل لدليل كي يوافق غيره يعني تأويلك كي بو دليلك لدل كان أو أن دل كان هنا وبس تأويل أنا كذو تأويل كي بو اشتكي ترش بنو سني بإجماع كي أوانا الحاق اشتكي تريب يوب كي باشا برام
وإن لم يكن ذلك مما قاله الأول هرشن أمشتا أولية كأول في أنا برام توزاني لا إلا تكاية لتأويل كاية كتولة قلوانا لأن الدليل يجوز أن يتعدد شنك دليل أقول جي متعدد بي أقول جي أوان دليل كان بيان كنو تو دليل تريد الزيتو قيشك بعد دليل متعدد بي شكالي تانية وكذا التأويل والعلة تأويل وعلة شو أبا متعدد بي قيشك ولكن كل ذلك مشروط بعدم خرقه للإجماع ها الإجماع. عدم خرقه الإجماع. لا لعدم خرقه للإجماع لعدم خرقه للإجماع باش برام للإجماع إيه شاك براكانم بخلاف ما خرقه كخرق إجماع كابوينيه كما لو كانوا قد قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة ها بلا دليل ولا تأويل نولا قالوا لا دليل ولا تأويل نولا كما لو كانوا قد قالوا وكو أوان وتوانا شي وتوانا لا دليل ولا تأويل باش إبراهيم دليل مانية تأويل مانية علة مانية سوى ما ذكره جعل لو يك أوان بيانان كردوه أجر أوان ويان تبو تازن كز ناتوانه تأويل التربية دليل التربية شاك برام وقيل لا أجوز مطلقا قيل كلنا ولا دليل هنا نوي تازه دروزني بمطلقي لأنه داخل في غير سبيل المؤمنين برآية كاكبه وهذا مردود نقص مردود لأن المتوعد عليه في الآية هو ما خالف سليف سبيل المؤمنين متوعد أو تاني كهرشي لسركرا وهاتوا أو تاني اشتب لك مخالفي سبيل المؤمنين كان نأمة أما مخالفا لا بيان ما لم يتعرضوا له شو نك بيان اشتب كاكا وان بسان نكردوا فإن عدم القول بشيء ما توزي وردة وكفر سفوايا فإن عدم القول بشيء نوتني اشتك ملام حمو اشتين عليه ليس قولا بعدم ذلك الشيء مثلا عيسى ما هو سمحمو بلابش كولكين يري علي برو لبازار تفاقي ميوانك بو بينا تفاقي ميوانك بو بينا برنج ورون وقوشت واني برام بس بيدي شو بلا ميوة دي ليس قولا بعدم ذلك الشيء اما قول نيا قل بلاكي عقل بميوة كشيني لقل خويا شون جي ميوان بميوة ناكري منيش ام نيش يوتوه بلام أم كبياني نكردوه أمد قولني بوي بعدم ذلك الشيء نابي أو اشتب به ما في به إيه ما شبه شونتي ميوك معارض قسكاني أمنية إيه وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعا أما الشرع عادي أويا إما ما دم علينا نابي خرق إجماع بكريه نابي أمة جبجارهم مرتدبته وهو صحيح لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف على صحيح بلا ما قد جاهل بمشتك وتكليف لنكرا وقيتك لعدم الخطأ تنجلها لينكردو وفي انقسامها لفرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مثاره هل أخطأت أجمعت الأمة على استمرار الإيمان وعلى عدم اجتماع الأمة على ضلالة أمت كوبوتو لسر أوا بي إيمان بردوان بي وأبي اجتماعي أمنا بي لسر ضلالة لا تجتمع الأمة على ضلالة فلذلك قال كان القول بجواز ارتداد جميع الأمة خرقا للإجماع بل يهم أمتك مرتد بي أما خرق بو إجماع على الصحيح حل حديثك شمان هي لا تزال طائفة من أمة باقين إلى يوم القيامة على الحق إلى يوم القيامة باش برام أما لو حصل جهلها بشيء بلان بلين أمتها مي بجار جاهلة بمسألك بلان أو مسألة لم تكلم به التكليف لنا كرا ولا لعين خواه فذلك غير ممتنع قيتك ما دم خواه تكليف لنا كرا بعد جاهل به لعدم الخطأ في ذلك الجهل هيك توشي هلا نبو لم جهلا خواه تكليف لنا كردو من تيار نازانا بان زانا باش برام أما جهلها بما كلفت به فغير جافه بما كانت كلفت نولا بما كلفت أما جهلها بما كلفت أنا أعطيك شيء موصية أنا ولا أعطيك شيء كانت بوتشية
بل أما جهلها بما كلفت به إيه؟ فهو غير جائز. أو غير جائز قطعا. وأما انقسامها إلى فرقتين، باش أمتي محمد دا باش مبدو فرقة في مسألتين، دو مسألة متشابهتين أشبهين بيكو، كل فرقة مخطئة في مسألة مصيبة في الأخرى. أما دو فرقين من لم أما دو مسألة، أما دو مسألة ما هو أما أم فرقية من لم مسألها وعلين لو يترى وعلين أما ليش جانا هلين ليش جانا بيكامان إيش فرقية كترن لما سألها هلن لما يانا بيكوتان، أما لما هلن لوا بيكامان إيه ولا ما هلن لوا بيكوتان. باش برا مسألة كانش متشابه إيه أما ففي ذلك تردد للعلماء، من شو هل يصح القول بأنها مخطئة؟ آية قل جيب لي أمتك هم يعني مخطئين بو شو انت فرقي إيه لما هلن لوا راس فرقي إيه لما هلن كاب أمتك هم لا دجانا هلن قسمك من لما هلن قسمك من لوا هلن كابو لا دجانا هلن آية أقنجي بلين بأنها مخطئة نظرا إلى مجموع المسألتين لهذه مسألة كأمتها لها لابي تاقمي ألف لما هذا تاقمي باء لما هذا أيوانية آه يعني ترددي علمات يعني بلا ترددي تياي بلا نظرا إلى مجموع المسألتين أو غير مخطئة نظرا إلى كل مسألة يا مخطئنين بو مخطئنين شنتي تاقمي ألف كأمين لما بيك ومعنى تاقمي بيك ايوان لو بيك وتانا اكو ابو هلو جهد نيو بيكا نيو بيكا هذا كلي نية اي وانه لا اجماع الاول ممتنع اقرب لي قشتان هلو ممتنع بلي قشتان بيكا انا جائز باش ابرام ايه وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلافا للبصري وانه لا يعارضه دليل إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون وأن موافقته خبرا لا تدل على أنه عنه بل ذلك الظاهر إن لم يوجد غيره باش برام وعلم زان را ها وعلم زان را كوتبان من حرمة خرق الإجماع لو زان را أنه لا يحصل إجماع مضاد للإجماع آخر سابقا عليه بل انجيلي في شو أجون؟ لا إجماع مضاد ولا إجماع آخر سابق. وعلم من حرمة خرق الإجماع أنه لا يحصل إجماع مضاد نولا لإجماع آخر سابق عليه. لإجماع. بل لإجماع آخر سابق عليه. باش برام. لأن تعارض القاطعين ممتنع شنت بابا ممتنع ليرة بابا جماعة بيشونية واني هو واني بله أزاني بو إمن علي إجماع قاطعة دجيلي بيشو إجماع كان قاطعة أي إمش إجماع تركين دجيان كابو قاطع دجي قاطعة شون من القرآن كابو تضاد رويدة وانية ما دام إجماعك السابقين لأن تعارض القاطعين ممتنع وقال أبو عبد الله البصري المعتزلي يجوز إذ لا إذ الإجماع السابق قد يجوز أن يكون مغيا بوجود الثاني مغيا وإلى يوجد باش مغيا يعني غايب ودان راو انا اللي تو كاك برو تا غاي او نيشكا يعني تا اوكات اجماعيه كم غايب ودان راو تا امشتا امشتا وابي ابي وابي اتد لزمان ايما اشتكوانا ما معناه وا حكمه كجنما بويالي اكون جي اجماع سابق مغيابه بوي كشتك بيدابه كشتك بيدابو او نامني دوا بيدابو اشتك معناه وا غايتك دان راو بو است غايه عين نهايه ليرا باش برام ويكون الإجماع قطعيا لا يمكن أن يعارضه دليل ولكون الإجماع قطعيا لا يمكن أن يعارضه دليل قطعي إجماع ما دام قطعية ناب دليل قطعي بشته بقجية ولا ظني حتى دليل ظنيش أما القطعي فالامتناع تعارض القاطعين فالامتناع بل قطعي شنتي ممنوع
دو قاطع بتن بقجيكا كما مرة. وأما الظني فإنه يلغى إذا عارض قطعيا. ظنيناتو أنا برنقاري قطعي بيتهوى لغوة. والإجماع إذا وافق مضمون خبر لا يدل على أن الإجماع مستند إلى ذلك الخبر. أقل إجماعك هبو بلام توجد دو خبرك دوزيو أو إجماع موافق بلقل أو حديثة لقل أو خبرة دليل نيك أوان أو إجماعيان لو حديثها القرآن بيو دروسيان كذبه وبيدايان كذبه. إذ يجوز أن يكون له مستند آخر أقول جي مستندك يتريه بيتو بي نزاني. فإن لم يوجد ما يوافقه غير ذلك الخبر هلشان قرائن دليل نبو جيقل أو خبرك تو دوزيوتتو فالظاهر أنه مستنده هرأوي. وقد سبق ما يتعلق بهذا أما ما باسكت بيشتر جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا. وكذا المشهور المنصوص على الأصحي. وفي غير المنصوصة ترد وفي غير المنصوصة ليرا ولا بلي ليرا منصوصة وفي غير المنصوصة بلي تردد. ولا يكفر جاحد الخفي ولا يكفر بله ولا ليرهيش بنكده لا يكفروش بهر أقنجه بس ولا يكفروش هر أقنجه بله. الأمر المجمع عليه إن كان معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة فجاحده كافر قطعا. أمر مجمع عليه يكون يجروجو هركس إنكار بك كافر بقطعي لأن جحوده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. شنك إنكاري نيوش معناه إنكاري ما جاء به الرسول. وإن كان المجمع عليه من الأمور المشهورة كحل البيع فلا صح أنه جاحده كافر كذلك. أقل أمر منصوص كان منصوص كان نبو مشهورة كان وكوي بيع حلال ربا حرام ديار جاحدي أويش هر كافرة مشهورة. وقيل ليس بكافرين قيل كلي كافرني. إذ يجوز أن يخفى على الجاحد أقول جي خفي بيلا سري. أما جاحد المشهور غير المنصوص أو أي كوام مشهور وغير منصوصة فقد تردد فيه العلماء قيل يكفر وقيل لا. أما المجمع عليه الخفي اشتيك مجمع عليه بل عمنا ديار من توبه نازان أي الذي لا يعرفه إلا الخواص خواص إذن عالم قورة كان كفساد الحج بالجماع وعال فقيل عوامك داما وتوزانه قبل الوقوف بعرفة فهذا لا يكفر جاحده يا لا يكفر جاحده جاحدك كافر نابي حتى لو كان منصوصا علي بانص الشيء لسرات به كاستحقاق بنت الابن السدسة مع البنت باشا برام الصلبية دار من حديثاته في الإرسي فقد قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. ولا يكفر جاحد المجمع إليه من غير الأمور الدينية بل أمشتك أمور الدينية دنيائية كسي إنكاريك بو كافر نابي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هاتي نسر باسي قياس الكتاب الرابع في القياس في غير الأمور الدينية. بله. هر علماء كان إجماعنا بالسريعة. إذا علماء الطب مسألة كان باسكر دوا. من علم دروه كان. في كافرنا. دينية.